أحد المبادئ الأساسية بالقانون الدولي، وورد ذكر أيضا في المادة الأولى لميثاق الأمم المتحدة، وأيضا إجا هذا الحق بالمادة الأولى من العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية للشعوب. وأيضا إجا هذه المادة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأنا أريد أن أقول لك ما تقول المادة الأولى الواقع للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. هذه المادة تقول لجميع الشعوب حق تغيير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تغيير مركزها السياسي، وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وهذا بالواقع جاء في البند رقم 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللي تم التصويت عليه عام 1966. حضرتك أشرت إلى نصوص دولية، وهذا تطبق أنه لازم تكون هناك يعني دول تحمل شيء من الديمقراطية لتطبيق هذا المواد اللي يعني مشيرة إلى الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، لكن كيف يمكن تطبيق هذا القرار؟ يعني ألا يجب أن تكون هناك حكومة ديمقراطية أو يعني شيء من الديمقراطية حتى يتم يعني تطبيق هذا القرار؟ نعم، هو هذا المادة هاي بالواقع موجودة بالمواثيق للأمم المتحدة، وأيضا في شرح كامل لتطبيق هذه المادة، ومنها مثلا تأكد الأمم المتحدة بمواثيقها على أنه على الدول أن تهيئ الفرص وتهيئ الظروف والإمكانيات لتطبيق هذا الحق، حق تغيير المصير، وأنه من حق هاي الشعوب أن تتصرف بثرواتها، تتصرف بما موجودة عندها من خيرات من أجل الإنماء الاقتصادي، من أجل الإنماء الاجتماعي، من أجل كل ما يتعلق بشعب معين. لكن بالواقع الآن مثلا في الدول الأوروبية، كثير من الدول الأوروبية هي المواد اللي جاية بشأن حق تغيير المصير أو ما يتعلق بحقوق الإنسان جاية في دساتيرها، في قوانينها، لكن في هناك دول كثيرة مثلا ما جاية هذه المادة أو هاي الحقوق الإنسانية اللي تتعلق بحقوق الإنسان بمثلا دساتيرها. فمنها مثلا الجمهورية الإسلامية، شيء اللي نص عليها قانون الجمهورية الإسلامية أو دستور الجمهورية الإسلامية، إنه هو ضمن إطار الشريعة الإسلامية يطبق القوانين اللي تخص بحقوق الإنسان. يعني في حين مثلا الدول الأوروبية تؤكد على التزامها بمبادئ حقوق الإنسان اللي تأكد عليها الأمم المتحدة، مجلس الأمن، فهاي كلها شيء يعني تطبيق هذا الشيء من بلد إلى بلد ومن يعني يختلف. وأيضا في هناك ظروف مثلا اللي تطبق بهذه المادة، مثلا عندما يتعرض شعب ما للإبادة الجماعية، للتطهير العرقي، فيمكن أن يعني تأتي الأمم المتحدة وبالتالي تفرض هذا الشيء على هذا البلد أو ديك الدولة أنه تطبق موضوع أو مادة حق تقرير المصير. عندما تشوف مثلا يتعرض الأمن والسلم العالمي مثلا للخطر،
نتيجة لما يحصل من إبادات جماعية، نتيجة لما يحصل من تطهير عرقي على الشعوب، فيمكن أن تتدخل الأمم المتحدة وتفرض هذا الشيء على هاي الدولة أو ذاك النظام أو هذا من أجل تطبيق حد تغليل المصير. زين، اذا هذه الدول استاذ عدنان سلمان، يعني بما احنا نعرف وخاصه نحن شعبنا العربي الاهوازي في الجمهوريه الاسلاميه اللي نشوف فيها لا الدستور الاسلامي ولا القرارات الدوليه تطبق، وايضا الشعب العربي الاهوازي والشعوب الاخرى اللي موجوده في ايران ايضا تضطهد وتسلب حقوقها كما موجود الان بالدستور، انه حق الشعوب استفاده من ثرواتها الطبيعيه، ونجد انه الشعوب يعني مسلوبة حقوقها، والحكومة الإيرانية لم تطبق لا دستور الجمهورية الإسلامية ولا القرارات الدولية. كيف الشعوب تستطيع أن تفرض رأيها من أجل حق تغيير المصير إذا؟ هو الواقع يعني هذا الموضوع، شوف أخي العزيز، إنه نفس المواثيق اللي موجودة في الأمم المتحدة، من هو اللي موقعتها؟ هي موقعتها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، فالكثير من الدول لديها مشاكل مع سكانها أو مع الشعوب اللي هي مسيطرة أو تحكمها، فبالتالي دائما نرى أنه هذه الدول بالأمم المتحدة هي اللي تحيل دون تحقيق موضوع مبدأ حق تغيير المصير للتنفيذ. وبعدين أيضا في نفس الوقت مثلا الأمم المتحدة ما دائما يعني تلزم هذه الدول أنه تطبق عليها حق تغيير المصير. مثلا في هناك لجنة تابعة للأمم المتحدة اللي بشان قضايا حقوق الإنسان، مثلا هذه اللجنة انه ما تعترف بحق الشعوب بان تعلن منفردة زين بالانفصال عن هذه الدولة او دولة ما. فشوف هنا ايضا نفس الوقت الامم المتحدة مثلا هذه اللجنة اللي هي يعني مكلفة لمتابعة هذه المادة زين ايضا تقول يعني ما هي يعني هاي الشعوب يعني مو من حقها ايضا تعلن بشكل منفرد بشكل شقد يمتى ما شاءت ويمتى ما اشتهت انه تعلن مطالبتها بتنفيذ حق تغيير المصير او حق تقرر مصيرها بنفسها. فبالتالي كثير من الدول تجي وتطرح هذا الشيء على الامم المتحده انه انا يعني جاي اتعامل مع الشعوب مع المجتمع اللي هي تحكمه انه من منطلق انساني ومراعيه فيها حقوق الانسان وقضايا حقوق الانسان. واتصور هذا الشيء ايضا انطرح عندما استجبوا الامم المتحده مجلس حقوق الانسان في العام الماضي عندما دعا ايران واستجوبها على موضوع انتهاكها لقضايا حقوق الانسان، طرحت الموضوع انه هي تطبع مبادئ حقوق الانسان زين وما عندها مشكله، وبالتالي كثير من الدول خاصه اللي تسير على شاكله ايران مثلا سوري المندوب السوري، المندوب الليبي، المندوب الجزائري.